السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. يعاني القطاع الصحي العراقي والمستشفيات باعتراف المؤسسات الحكومية نفسها في وقت حلت فيه بغداد بالمرتبة الأخيرة بمؤشر الرعاية الصحية لمدن العالم خلال العام الحالي 2023 بحسب موقع نامبيو المهتم في تصنيف دول العالم وفق تكلفة المعيشة والسكن. وبالرغم من الجولات الاستعراضية التي ينفذها رئيس الحكومة الحالية محمد الشيع السوداني، لا سيما زيارته لمستشفى الكاظمية عند توليه رئاسة الحكومة وزيارته كذلك لمستشفى السماوة مؤخرا، إلا أن أيا من وعوده بتحسين الواقع الصحي خلال زيارة هذه المستشفيات لم تبصر النور. ففي مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة المثنى والتي زارها السوداني مؤخرا، تبرز مشكلة التكييف المركزي المستمرة رغم الوعود بمعالجة هذه المشاكل بعد زيارته للمستشفى في مشهد يعكس زيف الوعود الحكومية. دعونا نشاهد. سيادة رئيس الوزراء، من نجي إحلاس لحد الآن تقريبا أكثر من 15 يوم على زيارتك، وهذا التغيير بالمناسبة هاي الغرفة، هذه الغرفة يسمونها اللي هو الخاص، يعني يوميتها 65,000. شوف المريض جايب مروحة وياه، تبريد ماكو، الغرفة بهالشكل، هذا الخاص، يعني هذا انه انت جاي على حسابك، جاي تدفع فلوس وتمضي 65,000. يتغير من زيارتك لحد الان، زين سيادة المحافظ هذا المستشفى تدرون به، هذا القسم خاص، المدير العام دكتور علي انتوا تدرون بالخاص شنو وضعيته، شو مشكلة التبريد؟ معقولة مستشفى ومرضى وناس وأعمال، يعني التبريد حاطة مروحة درجة الحرارة 52 وهذا شوف هذا تبريدك المركزي، فان حاطك فان انت تحمس بالعالم، هنا صار كانما منطقه استوائيه، وهذا وضعك هسه المريض اللي يمي هذا عمليه فوق الكبرى، فتح بالراس عنده وست ساعات عمليته في الحرق، هذا مخلينا شوف منزلين مراوحنا واحنا ليش يا سياده رئيس الوزراء؟ اليوم هذا الصوره تدرون بها اجراءاتك زيارتك لمن اجى؟ يعني الجايه اللي جيت بها للمثنى شنو اللي نتج عنها؟ الاهتمام الشخصي شنو اللي صار؟ إذا صار 15 يوم لحد الآن كل شيء ما متغير بالمستشفى، كل شيء ما متغير، زين وين التبريد اللي كان مسؤوليتكم؟ ها نفس قبل 15 يوم من جيت نفس المروحة، وهسه بعد 15 يوم من بعد روحتك وجيتك لنا نفس المروحة، يعني كل شيء ماكو يا سيادة رئيس الوزراء، خاف عندك نية تقول اكو شغل اكو متابعة، هاي المتابعة. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. كما قلنا، يشهد القطاع الصحي في العراق ترديا مستمرا بعد عام 2003 بسبب سرقة الأموال المخصصة لبناء المستشفيات وتطويرها، ما جعل مستشفيات العراق من بين الأسوأ عالميا. وتجمع مصادر سياسية وهيئات دولية على أن نظام الرعاية الصحية الفاسد في العراق يعكس بشكل واضح فشل أسلوب الحكم والعجز عن التغلب على الصراعات السياسية. وتعد وزارة الصحة من بين أكثر الوزارات فسادا، ولطالما كشفت صفقات شراء معدات غير لازمة وإهمال تغطية الحاجات الأساسية التي يفترض توفرها في المستشفيات. في هذا السياق، أظهرت لقطات مصورة من داخل مركز الأورام السرطانية في محافظة البصرة الإهمال الواضح لمرافق المستشفى في ظل تسجيل نسب مرتفعة من معدلات الوفيات فيه، حيث تبين بالصور تسرب مياه الصرف الصحي من الطوابق العلوية إلى الطوابق السفلية وفي غرف المرضى. ولكم أن تتخيلوا الحال، إذ من المفترض أن تشهد أماكن علاج الأورام السرطانية اهتماما بالغا بالعزل والتعقيم والنظافة خشية انتقال العدوى للمصابين بهذا المرض بسبب قلة مناعتهم. دعونا نشاهد. السلام عليكم، هاي من داخل مستشفى الاورام التعليمي، السقوف مالتها كلها تخرب. زين المريض شلون يقعد؟ ما تقولوا لي هاي، شوف هاي من الحمام الفوق، هذا شوف السقوف مالتها كلها خرب.
هاي القاع سلها مريض أورام السرطانية. شوف القذارة، شوف الوساخة، شوف النقاسة، هش السامع، أشوف القاعية هذا حايد كذلك. وين قاعدين صديق؟ شذي سنة احنا 2023 راح ندخل بال 24، السخوف كلهن خرن، سبالك لا تسالف عليهم، الشارجي اسعدنا ال 25 ما ينزلن بلودتهن كلاهوات، السخوف كلها طايحة. مستمرون مشاهدينا مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر. لطالما أشارت مصادر سياسية ومصادر صحفية كذلك إلى أن القطاع الصحي في العراق في طريقه للانهيار بسبب دمار البنية التحتية ونقص الأدوية والفساد في سلاسل التوريد وهجرة الأطباء. كذلك في مستشفى اليرموك في بغداد انتقد مواطن الفوضى الإدارية وغياب التخطيط السليم داخل المستشفى بسبب وضع قطع التكييف الخارجية أمام الكراسي المخصصة للجلوس دون مراعاة للمرضى الذين يجلسون على هذه الكراسي خلال ساعات الانتظار الطويلة. لنشاهد وضعية هاي مستشفى الكندي، يعني حجية جايبها مريضة تقعد لها سبت مشتغل حتى الله ما يرضاها، والله العظيم ماكو مصطبة مقابلها سبل السبلتين. هاك استفاد هاي المنطقة كلها، وين ماكو واحد، وين ماكو مصطبة قدامها سبلت. هذا الملف لا ينتهي عند هذا المقطع مشاهدينا الكرام. بالرغم من تصنيف العراق كخامس أغنى دولة نفطية في العالم إلا أن مواطنيه لا يستطيعون الحصول على الأدوية الأساسية وتأمين صحي يعالجهم من الأمراض، لا سيما أن الكثير من الأدوية المخصصة منتهية الصلاحية. أما الأدوية سارية المفعول فيتم في كثير من الأحيان بيعها من أجل الربح الخاص في صفقات تتم تحت الطاولة، وتستفيد منها الطبقة العليا على حساب الفقراء رغم تقديم هذه الخدمات العامة بالمجان. يلجأ المواطن في كثير من الأحيان إلى القطاع الخاص ذا التكلفة العالية بسبب نقص الأدوية وارتفاع أسعارها والأجهزة الطبية وقلة الخدمات. ومن بين أيضا أسباب هروب المواطنين إلى المستشفيات الخاصة أنهم لا يجدون الإهمالة الواضحة كما المستشفيات الحكومية، إذ وصل الحال في مستشفى الكندي الحكومي إلى أن يجلس المراجعون من كبار السن والمرضى لقسم المفراس والأشعة والسونار على الأرض بسبب عدم وجود كراسي انتظار ولا تهوية. لنشاهد. لنتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. رياض هاشم يقول: خلي يشوف وزير الصحة رئيس الوزراء مستشفى اليرموك في أرقى منطقة بالعراق. أبو أرشد العبيدي يقول: إذا المستشفى تعبانة يعني المدير تعبان، أكو مثل يقول الوحدة بأمرها أو بآمرها عفوا. ياسين العيساوي يقول: مع الأسف كانت مستشفى اليرموك رمزا لوزارة الصحة، ولكن للأسف انتهت بسبب الفساد واللامبالاة، حسبي الله ونعم الوكيل. وفارس يقول: مع الأسف هذا الواقع الصحي في بلد من أغنى بلدان العالم وميزانياته من أعظم ميزانيات المنطقة، والمستفيد فقط هم قلة من هذه المبالغ الكبيرة. دعونا نستمع مشاهدينا الكرام للسيدة أم محمد من كربلاء. تفضلي يا أم محمد. أم محمد ما موجودة؟ طيب أبو علي من أبو غريب. السيد أبو علي من أبو غريب موجود؟ يبدو أن الاتصالات غير جاهزة. طيب نكمل المشاهدين الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة وننتقل إلى موضوع آخر. أثارت الإجراءات الحكومية الأخيرة بشأن هدم بحيرات الأسماك بذريعة نقص المياه
أثارت مخاوف أصحاب مزارع تربية الأسماك في ظل ضخ المزيد من التعقيدات على عمليات منح الإجازات وعدم تجديدها للتقليل من استهلاك المياه. وتتخذ حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشيع السوداني ذريعة تجفيف بحيرات الأسماك كحل للتغطية على فشلها في حل أزمة شح المياه وعدم الوصول إلى اتفاق يعيد للعراق حصصه المائية التي تستحوذ عليها دول الجوار في ظل غياب السيادة أيضا. ووجه مربو الأسماك في ناحية المشاهدة التابعة لقضاء الطارمية شمال بغداد مناشدة للجهات المختصة بشأن قرار ردم الأحواض، قالوا فيه إن هذا القرار هو قرار مفاجئ وظالم بحق مربي الأسماك وبحق الثروة السمكية، ما أدى إلى خسائر مالية كبيرة لديهم وإرباك في عملهم. وقالوا في كلمتهم إن أحواضنا لا تسقى من المياه العذبة من نهر دجلة بل من الآبار الارتوازية، عادين مساهمتهم بتوفير الأسماك بأسعار مناسبة بالسوق دعما ذاتيا دون تدخل من الحكومة ولا دعم منها. لنستمع. مناشدة في مظلومية قضية البحيرات، والناشد مكتب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء المحترم وكذلك السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. القضية قضية أصبحت غير ما تطاق، أرزاق العالم أصبحت بالبزول، أصبحت في عبث. اليوم احنا نناشد كل من إلى رأي بهاي الدولة العراقية المحترمة أن ينظرون نظر عطف أبوي كريم بخصوص هاي البحيرات. قد يكون رئيس الوزراء المحترم وصلت فكرة على أن هاي البحيرات تسكي من الأنهر ومن الإسحاقي، وهذا الكلام مو صحيح، وتسقي من المياه العذبة. ولكن احنا اليوم هاي البحيرات تسقي من الآبار السطحية الموجودة وكذلك البذور وكذلك هاي المستنقعات الموجودة بجهود فردية ذاتية، أصبحت بحيرات منتجة للثروة السمكية، وأصبح المواطن يقدر أن يشتري السمك بسعر بسيط بدون أي إحراج. فإحنا القرار هذا المفاجئ اللي صار من جناب رئيس الوزراء قرار مفاجئ أدى إلى ضياع أموال كثيرة. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. يعيش مربو الأسماك في العراق في حالة ترقب بعد قرار وزارة الموارد المائية بردم المزارع التي يتنوع مصدر مياهها من مياه المبازل ومياه الآبار، ما تسبب بحدوث خسارة كبيرة للمربين وتخوف الآخرين، وهو ما قد يقود في المستقبل إلى ارتفاع أسعار الأسماك بسبب قلة العرض. طبعا يعاني أصحاب مزارع تربية الأسماك من جملة من المعوقات أبرزها التعقيد الحكومي أثناء منح الإجازات الخاصة بتربية الأسماك، حيث تضع وزارتا الزراعة والموارد المائية تعقيدات يشوبها الفساد والمحسوبية لمنح الإجازات، بالإضافة إلى نقص الأعلاف والعلاج، فضلا عن عدم تعويضهم عن حجم الخسائر الكبيرة التي تلحق بإنتاجهم نتيجة انتشار الأمراض والملوثات المائية. أظهرت لقطات متداولة نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في الطارمية بسبب الردم غير المدروس من قبل وزارة الموارد المائية ودون توجيه مهلة مسبقة لأصحاب الأحواض، الأمر الذي أدى إلى إلحاق خسائر كبيرة. لنشاهد. بس هاي ماك العلف ب80 مليون، الله يقبل يجون الراي ايش يسوون بيه مالكية، والله 80 مليون مطلوب، منين انطلبوا المعمل؟ شو اسوي؟ يجي هنا اقول له بس خلتك الشبك، وك عمي باكر اوشنا الحوض، وك يا معود رحمه لوالديك، وك ليشك؟ وك راي السمك قل له، وك انا هسه شو اسوي؟ وك يا سوداني من انطيت القرار، ليش ما موتتني؟ اضربني طلقه، انا اقتلني وخله اموت، ليش قطعت رزقه وراح؟ والله عشان وك والله مطلوب 80 مليون، وك ابوي قل له ابو الري، ابو اسكندرتك باكر اهد البوريه معود رحمه لوالديك المروه، يقول له ماكو مروه، وكو هذا ما ينشرف منه، هذا ما ينشرف منه، والله هذا مال بزل منه على البزل الرئيسي. لا الله يقبل، ولا بنادم، ولا الدين، ولا الشرع، حتى الكوانيه ما تقبل بهذا العمل. الله يكون بعونه. هذا العمل المجرم، المجرم الكافر ما يسوي. الله يكون بعونه. هذا العمل ما يلبس العقال. الله اكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل على من كف على هذا بينه. 50 مليون. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. يرى خبراء اقتصاديون أن ردم بحيرات زراعة الأسماك هو أسوأ
وأسهل الحلول التي اتخذتها الحكومة بدلا من وضع حلول ناجعة تساعد قطاعا كبيرا من العاملين في قطاع زراعة وتربية الأسماك. وأجمعوا على أن القرار الحكومي بردم تلك البحيرات لن يؤثر كثيرا في زيادة منسوب المياه، فضلا عن كونه ينهي أعمال قطاع كبير بما فيه مطاعم تقديم الأسماك المشهورة تاريخيا في المدن العراقية، ويعرض العاملين في هذه المطاعم للبطالة. في ذات السياق طبعا ناشد صاحب مزرعة لتربية الأسماك في محافظة ديالى وزير الموارد المائية والجهات المعنية بالتريث في حملة إزالة الأحواض السمكية التي تعتمد على بئر حفره بجهوده الذاتية. لنشاهد. إلى معالي وزير الموارد المائية من دازلي، الزراعة والموارد المائية يفرشون الحوض مالتي. أولا أنا أصور البير، أنا ما ماخذ مي، أنت أصلا أنت مو صاحب فضل، يعني أنت كل شيء ما مسوي، لا مسوي سدود، لا موفر لنا مي، تقول لنا بالأسبوع مرة واحدة أسبوعها، يعني استهزاء، هذا أصلا استهزاء بالمواطن. هذا بير أنا مسوي ما مأثر على كل شيء، هي تعال هاي الثروة الحيوانية صورها اللي هو احنا دعم المنتوج الوطني يعني المحلي، مو كان ما كيلو سمك ب 10,000 دينار، احنا جايين فيها ب 6 و 5، ما مسوي فشي غلط، بس يعني اذا اشوفها من هاي العملية مالتي دعم المنتوج الوطني لا اكثر ولا اقل. اثنين، احنا المزارعين قاعدين نستفاد منه، هم مربط وهم نزقع عليه بنفس الوقت. دعونا نتابع تعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع. خالد البيجاوي يقول: هي الغاية حتى نستورد من دول الجوار، خاف ما كفاهم استيراد الفواكه والخضروات واللحوم، النوب لحقوا العالم على السمك. تعليق من حسين يقول: هاي لو تابع للأحزاب كان حتى حماية خلولها، الناس تريد تعيش، الله لا يوفقكم، راح يصعدون السوق مال أسماك. محمد يقول: حتى يجيبون السمك الإيراني ويبيعوه بالأسواق العراقية. ومعاذ يقول: مصدر رزق، ليش ممنوع؟ ما انقطع، ما عندكم سياسة مع دول الجوار، السبب أنتم يا الحكومة، ما عندكم أي تفاصيل عن المياه الدولية، واقع بيها المواطن الفقير. مشاهدينا، يعود السيد أبو علي من أبو غريب مرة ثانية. حياك الله أبو علي، تفضل. الله يحييكم ويحني ويخلي الطيبين اللي يشتغلون بقناة الرافدين، الله يحفظهم. الله يسلمك، حياك، تفضل يا أبو علي. الله يطول عمرك يا عمي. أنا ناشدت هواي، وناشد عبد الله مهاوش، وناشد عبد الله مهاوش الله يرعاه، أنا السكر كني الرجلية، ومستشفى أبو غريب ماكو علاج. نعم. والدنيا تتدحج على السمك، احنا جاي نموت بالنهار نظل عايشين، وثاني يوم الصبح نصبح ميتين لا عبالك. لا. وانا هسه عن المرض اكني الرجلية، واريد واطلب مساعده، انا ابيع جرايد من 81 لهذا اليوم، لهذا اليوم. والله انا اشهد الطيبين عبد الله مهاوش الله يحفظه، يبقى النبي محمد الله ويحفظ الزواب على كليتهم الطيبين، الزواب على شك واحد جرعي اناشده، انا السكر كن الرجلية والله العظيم، وعيوني راح ما اشوف بيهن. اي اطلب المساعده واهل الغيره الحميه الزواب وعبد الله مهاوش اناشد. طيب. عبد الله مهاوش المتواجد بالسعوديه. تمام، أنا أشكرك أبو علي من أبو غريب، والله يشافيك ويعافيك إن شاء الله من كل مرض وكل شر. وصلت مناشدتك إن شاء الله. سيدة أم محمد من كربلاء، تفضلي. أم محمد، نص صوت التلفزيون لو سمحتي واسمعيني فقط من الهاتف. السيدة أم محمد من كربلاء. طيب ما موجودة. هشام من بغداد، تفضل يا هشام.
من الخطاب. هشام؟ يلا. الو هشام تسمعني؟ اي اسمعك. تفضل يا هشام. والله لحظة هشام، هشام لو سمحت نص صوت التلفزيون للأخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. والله احنا نريد ناشد من خلال قرارك. تفضل. والله احنا نروح للمستشفى عملية في اليوم، يقولون ست اشهر يلا يوصلك كم السيرة، بمدي تتصل. ست اشهر يلا يوصلك السيرة؟ اي. على شنو تتراجع؟ على مود عملية. نعم. تروح للمستشفيات يوديك على الخاص، وخدمات تعبانه بالمستشفيات. نعم. يعني كلش خدمات تعبانه. شنو اللي شنو اللي يدفعك سيد هشام، شنو اللي يدفعك انه تتوجه بس اذا تقدر شويه يعني غير مكانك لان اكو هوسه حواليك، شنو اللي يدفعك انه تروح للمستشفى الحكومي يا هشام؟ والله من خلال الماده ونفسي وحالتنا تعبانه. نعم. والوضع تعبان. اي وناس كسبه والله. نعم. يعني في ظل وجود عدد كبير من ذوي الدخل المحدود مثل حضرتك وغيرك من اصحاب الاعمال اليوميه والكسبه وغيرهم، ليش ما توفر او ليش ما وفرت هاي الحكومات خدمات طبيه لاصحاب الدخل المحدود او اللي ما عندهم مقدره ماديه انه يروحون للمستشفى الاهلي؟ ما عنده ما يقدر يروح المستشفى الاهلي. ليش ما وفروا بدائل للمواطن الحكومه؟ انا اقصد هي اسمع هشام. اي وياك. انت برايك انت اللي تشوف هاي المعاناه، انت صار لك الان سراك او دورك ورا ست اشهر وده تشوف هذه المأساة وده تقول انه الوضع بالمستشفيات الحكوميه كلها تعبان، كلها عانت كسبه وعانت تعبانه تيجي بالعام. نعم. اللي عنده يروح اهلي. طيب نعم. يعني اليوم صار العراق للي عنده فلوس. هشام أسمعك. تمام. أنا أشكرك هشام، شكرا جزيلا. وأتمنى طبعا هذه الأصوات التي تشكو والتي تعاني والتي تنتقد الواقع والتي تسعى دائما إلى إيصال صوتها إلى من يسمع أن يسمع هذا الشخص الذي توجه له هذه النداءات وهذه المناشدات. بلد بمليارات الدولارات ودخلت لخزائنه مئات مليارات الدولارات طيلة السنوات الماضية، لا يوجد فيه نظام صحي، لا يوجد فيه تأمين صحي، القطاع الصحي الحكومي منهار. وهذه الأصوات التي تتحدث، إن كان السيد أبو علي من أبو غريب أو السيد هشام من بغداد، تحدثوا بنفس الموضوع، مناطق مختلفة لكن نفس المشكلة. نكمل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام ما لدينا في حلقتنا لهذا اليوم وننتقل إلى موضوع آخر. على مدى السنوات العشرين الماضية اعتمد العراق على البنية التحتية المشيدة في ثمانينيات وسبعينيات القرن الماضي على صعيد الطرقات والجسور تحديدا، ومن دون إجراء مشاريع تأهيل أو تحديث لها، ما أدى إلى تهالكها بعد 2003 وتحولها إلى طرق موت تحصد العابرين يوميا، خصوصا على تلك التي تربط بين المحافظات. وتحولت الطرق والجسور في العراق بعد 2003 إلى أحجية إثر صرف المليارات عليها، لتعود مجددا بعد فترات قصيرة تعاني من التخسفات وتهالكها في مشهد يتكرر يوميا دون معالجة حقيقية. فعند كل إعادة تأهيل وتطوير تصرف المليارات مجددا دون معالجة الإخفاقات وإيجاد الحلول الجذرية لهذه المشكلة الأزلية التي يعاني منها المواطن العراقي، ناهيك عن المشاريع المتلكئة لإنجاز الطرق والجسور التي تبددت أموالها دون إنجاز على الأرض، كما حصل مع ما بات يعرف محليا في قضاء الخضر في محافظة المثنى بجسر الكارثة بعد تنصل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات عن مسؤوليتها في إكمال إنجاز هذا الجسر. لنشاهد اليوم من قضاء الخضر جسر الكارثة، جسر منكوب صار لأكثر من 9 أشهر،
الجهات الرقابيه بالخضر الله يساعدكم. ماكو لا واحد صور علي، لا واحد خذاله فره، لا واحد ناشد. يستحون يناشدون. اذا شرفاء وعدكم غياره تناشدون بالجسر مال قضاء الخضر. والله عيب وزحمه عليكم. والله عيب وزحمه عليكم. شوف سوى بالقضاء، لعب بالقضاء لعب. زوار وازدحام. هذه الكوارث لا تنتهي عند هذا المقطع. دائما ما تلقي الدوائر ذات العلاقه بالطرق والجسور باللائمه على عدم توفر التخصيصات الماليه، بالرغم من مليارات الدنانير التي تذهب الى مديريه ودوائر المرور ضمن بوابه رسوم الطرق والجسور التي بات اصحاب المركبات يشكون دفعها مقابل طرق وجسور متخسفه ومتهالكه. ويتساءل المواطنون عن مصير الأموال المتحصلة من أصحاب المركبات كرسوم للطرق والجسور تدفع إلى مديرية المرور العامة ودوائرها المختلفة ضمن قانون رقم 40 الذي بات تطبيقه أو الذي بدأ تطبيقه في عام 2016، وعن التخصيصات المالية ضمن الموازنات المالية المخصصة لتأهيل الطرق والجسور وإنشاء طرق جديدة ضمن مواصفات رصينة في محافظة ذي قار. استغرب مواطنون من تأخر تنفيذ مشروع جسر في قضاء النصر بالرغم من إحالته للشركة المنفذة منذ 4 أشهر بسبب تأخير في تسليم التصاميم لجسر ذي مواصفات بسيطة. لنشاهد. هذا جسر المصخم، جسر النصر، هذا جسر محال صار له 3 أشهر أو 3 أشهر ونص على شركة. البارحة أبو الشركة جزاء الله ألف خير خابرني، قال عمي أنا جاهز وما عندي شيء، بس الصوش بيمن بالتصاميم، التصاميم عد بين عبد الطرق والجسور، الطرق والجسور 3 أشهر ما مصممين جسر، جسر طوله 50 متر 3 أشهر ما مصممينه. ما تخافون من الله، أنت مثلا المحافظ ما تدرب هذا الجسر، أنت مو حايلة على شركة صار لك 3 أشهر. زين انت محافظ بس على المركز، مو هاي اقضيه ونواحي هم تابعه للناصريه، لو تابعين العرعر. هذا جسر وبالشركه يقول جاهز والياتي جاهزه، بس يطون التصاميم. مثلا التصاميم علق جسر معلق، هو مثل الصين جسر مصخم ملطم. شنو تصاميمكم مثلا؟ تجيبون بروفيسور من العالم؟ شو تجيبون؟ مهندسين عالميين غير تصميم 5 ايام؟ اي مهندس هسه مدني يصمم لك ب5 ايام، 3 أشهر الطرق والجسور ما مخلصين تصميم جسر النصر. والله زحمه، والله العظيم عيب، جسر هذا يريد يطيح. ملينا من الجسور، ملينا بالعبار. عم الطرق والجسور. هاي الطرق والجسور كل ما تروح للمرور وزرقك ب60، قال لك الطرق والجسور. الطرق والجسور مفلشه، ان شاء الله تتفلش على روسكم. نبقى مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. في محافظة ذي قار كذلك رصد ناشط من هناك حجم المخاطر المترتبة على استمرار عبور المركبات فوق جسر القطيعة الرابط بين قضاء الشطرة والطريق السريع شمال مدينة الناصرية بسبب اعتماد الجسر على الخشب وتكسر عدد من صفائح الخشب وسط تحذيرات من سقوط المركبات بسبب هذا الإهمال لصيانة الجسر الذي تعرض لتخسفات منذ أسبوع. لنشاهد. هذا الجسر طبعا خشبي يربط قضاء الشطرة بالطريق السريع. هذا الجسر فعلا قصة حقيقية من المخاطرة والتحدي. هذا الجسر مكسور يعني الآن. هذا شوف طبعا هاي هنا قواني خالدين، قواني عادية ما أدري الناس حاطيها أو السواق. هاي الخشبة مكسورة. طبعا أكو مشكلة كبيرة ثانية، يعني هذه حقيقة تحدي حقيقي. هذا الكسر الحقيقي اللي موجود بالجسر. هذا الكسر حاطي له قواني، ما أعرف حاطي له شنو، هذه هنا نازلة، هذا النهر بالضبط مباشرة. هذا الكسر بالجسر يعني مشكلة حقيقية، ومن الممكن يسبب في أي لحظة من اللحظات أنه انهيار الجسر أو سقوط أي سيارة من السيارات. يعني ما أدري وزارة النقل مسؤولة الطرق الخارجية، من اللي مسؤول عن هذا الطريق؟ هذا الطريق يربط قضاء الشطرة اللي هو أكبر قضاء في العراق في محافظة ذي قار، وطبعا من الأقطية الكبيرة أيضا في محافظة ذي قار، يربطها بالطريق السريع. هذا في الطريق السريع، هنا وقف السيارة، وقررت انه انا اصور عسى لعله صاحب شيء يهتم بهذا الموضوع ويشوف اللي يصير بهذا الجسر. هذا الجسر خطر جدا، هذا خشب هذا يعني كله خشب. هاي السيارة اصورها، هاي المنطقة اللي هي هذه، صور هاي المخاطرة الحقيقية اللي يعانون منها. قواكم الله. تفضل.
هذه المخاطرة الحقيقية. هاي المخاطرة الحقيقية اللي يعاني منها. لنتابع الآن مشاهدينا بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. عقيل يقول: صندوق إعمار ذي قار، شي يصير من يخصص مليار من التريليون اللي عندهم؟ قحطان يقول: المضحك بالأمر أنه القطيعة أرض نفطية بمعنى ثروة وجسر ما يكملونه، إيش قد عيب. جمال يقول: كارثة والله، دولة أرضها ذهب، ثروات طائلة، بس للأسف مو بأيادي أمينة. وتعليق من أبو علي يقول: أهم شيء السيد المسؤول قاعد على كرسي، وين الوحدة الإدارية مال الشطرة؟ طيب، نستمع مشاهدينا إلى رأي السيد أبو زينب من النجف. تفضل يا أبو زينب، حياك الله. الله يحييك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى الواقع الصحي طبعا متردي بعد 2003 من زاخو إلى الفاو. نعم. وبقية الخدمات وتيجي بعدين أو كمسنة أخرى. نعم. يعني هاي مجلس النواب ما يخذون ينسحون، شكوا قرار أو قانون أو مشروع قانون يصب في مصلحة المواطن بأي شريحة. نعم. إلا يطول إذا كنسلوا لو يخلوا بالمجال. لكن اليوم أو الباحثة تحديدا يمكن على أول باحثة الحلبوسي جنابه بجرة قلم. نعم. مشروع قانون سلم الرواتب. قانون 20 سنة يردون يحددوا الشمرة على 2024. نعم. ما يبي مصلحة ويأخذ مليون دولار بالشهر. والله يا ساكي الثلاث. زين. يعني تجي ناس تاخذ 30,000 دينار بالشهر، يعني حوالي 4 جيب، يعني ما يطلع على نص دولار باليوم، وهو باليوم يطلع على 50,000 دولار باليوم الواحد، يعني حوالي 70 مليون باليوم. وكلهم وكلهم يحجون بالشرف والنزاهة والتواضع، ويقول لك اني والله عايش بالايجار. يطلعون كذا واحد من ذول المسؤولين اللي مواكبهم وحمايتهم بها يمكن ألف شخص يحميه، يقول لك اني عايش بالايجار. بعد منو اللي يبوق الفلوس؟ انا احكي لك، انا مدرس عمري 63 سنه، عندي خدمه اكثر من 20 سنه. نعم. لحد هاي اللحظه انا عايش بالايجار، ما يستقون. عندك الرمادي وحد يبقى في سوريا اقسمها يا اخي 3-4 محافظات. وابنيها زين، وين هاي دخل يعمرون المحافظات القائمه قبل ان يتوجهون الى حجتهم ماكو ارض. لان مره نور المالك صرح قال اذا كل عراقي من كان رئيس وزراء. نعم. كل عراقي ما يمتلك دار ونطيق قطعة أرض لازم راح نتجاوز على أعراض الدول المجاورة. قل لك ما تستحي لحد لبنان شي يقولون. لبنان كلها مصير قضاء بالعراق. نعم. دولة زين. أنت الواقع الصحي متردي جدا. يعني نعم. يكتبوا لك 6-7 أنواع الأدوية وتجي. طيب خلينا ويا هذا اللي اليوم دي يحكم محمد الشيع السوداني اللي يسمون حكومته حكومة الخدمات، وين هالخدمات؟ وأنا رجل مستقل. نعم. بس أمانة الله يعني الرجل هو طبعاً برمجي. توافق على حجك وعلى عملك إيران أنت تستمر، ماكو طرحوا لك أي عذر. بس البدعة الجديدة من الله، أي واحد مستقل يقول لا تقول مستقل، يقول أنا بحكي لك شو هاللغوة هذي؟ يقول لك مستقل حتى ما منتبه لهاي حزب. نعم. نعم. لا يقول لا تصل بأحزابنا، لا أنا تبعدي وابن رفيق مو ابن رفيق. يعني ناس متخبطين حتى حكم يعرفون يحكون. اللي بيعدلين واللي بيعدلين واللي ساكس ابتدائي والله وكيلك خيرهم، تعال يجيب لك رابع ابتدائي حتى بالشورجة يخلي وكيل وزير ثقافة يقول ليش بتطوهم للسينمائيين فلوس وتدعمون الحركة السينمائية. يقول له هات إذن الفلوس للكولية، هذا بشر. طيب. التربية الوكيل مالهم يقول لك خلينا ندعم الكذا والمعلمين والمدرسين، يقول لك وش هذول المعلمين والمدرسين؟
هذول كلهم مطايه ما غمطوا بالمطلي بعدين طيب. طلع مع التحفظ على بعض التجاوزات. انا اشكرك ابو زينب وصلت الفكره شكرا جزيلا. بس يعني نحاول نسيطر على نفسنا رجاء بدون توجيه تجاوزات. السيد ابو احمد من بريطانيا تفضل يا ابو احمد حياك الله. عزيز اهلا وسهلا حياك الله يا ابو احمد. استاذ محمد انا عندي شيئين مهمين. الشيء الاول الله يطول عمرك صارت عندي قناعه مطلقه خلال هاي العشرين عام انه كل ازمه كبيره في العراق وراها راس من رؤوس السياسيين الفاسدين. يعني انا اقصد الصناعه مثلا تم تدمير الصناعه لانه مثلا صناعه الاسمنت في العراق تم تدميرها لانه اكو جهات كبيره استوردت اسمنت من ايران ومن باكستان وبعض الدول فوقفوا الصناعه بالعراق بشكل كامل. بالنسبه للاسماك اللي حضرتكم عرفتوا نفس العمليه اكو في الجهه بينه احد الرؤوس هذا راح يجيك يستورد سمك شومين موجوده دول العالم موجوده اشكال الاسماك المجمده والهاي على مود يستفاد ويوقف. كذلك نرجع هسه الى الصحه. الصحه انا الحاجه اللي مألمتني جدا انه اتذكر نقلوا هوايه مهندسين وفنيين من الصناعه الى الصحه. يعني الان في كل مستشفى اكو قسم فني. القسم الفني بلا يقل عن 20 مهندس وفني. زين هاي العطلات اللي تصير بالمستشفى هذا القسم شنو دوره بده ياخذ هذا رواتب؟ انا بالتاكيد اذا الفساد مستشري حتى الى الادنى. انا بس اريد اوجه سؤال لحضرتك طبعا هو لكن ايضا لعل وعسى من يدافعون عن هذه الاحزاب وهي الحكومات اللي اجت بعد 2003 انه يجد اجابه لهذا السؤال. انه ينتقدون النظام السابق وينتقدون الحكومه السابقه ويقول لك صدام الهدام. طيب انتم ايش بنيتوا؟ انتم ايش سويتوا لهذا البلد ب 20 سنه من حكمكم دخلت الى خزائن العراق بزمنكم والدعم الدولي اللي حظيتوا به ما حظى به شخص بالعالم. هذه الاموال وين راحت؟ انتم ايش بنيتوا وايش عمرتوا حتى يكون عندكم ذره من الجراه انه تنتقدون الانظمه اللي سبقتكم؟ مو لانه هذا النظام كان عادل او كان دكتاتور، لا، اتكلم عن المنجزات. المؤسسات اللي عرضنا المقاطع قبل شويه اللي متعلقه بالطرق والجسور مبنيه في ثمانينيات وسبعينيات القرن الماضي، انتم ايش بنيتوا في الزمن الحديث في العراق الجديد؟ استاذ محمد اثبتت ال 20 سنه هذه انه هم كرههم الى صدام حسين مو لمظلوميه الشعب العراقي. طبعا انا بس حتى لا يساء فهم هذه النقطه. لا لا نحن لا, 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 لا نذكر الشخص بقدر ما نذكر بقدر ما نذكر الانجازات اللي حدثت قبل 2003. ابدا كلامك مفهوم وعراس يا استاذ محمد. مفهوم وعراس. دول يدعون انه هم جوي حكمه ما بعد صدام اللي خلصوا الشعب من مظلومية صدام. ولكن الحقيقة غير ذلك. هم كانوا يغارون من صدام لأن صدام كان يملك السلطة والمال. والدليل هسه هم من ملكوا السلطة والمال فرهدوا العراق ودمروه ومشروع واحد على مستوى محطة مي صغيرة ما سووه بالعراق. ما يطيل عليكم أنا. ألف شكر لك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سيد أبو أحمد من بريطانيا. الحديث هنا في هذه النقطة بالذات مشاهدينا الكرام انه اتباع هذه الاحزاب اللي تحكم العراق صار لها 20 سنه اسالوا هذه الاحزاب هذه الاموال اللي دخلت ليش ما طورتوا من هذا البلد وخليتوه احسن مما سبق لكي لا ياتي احد يتساءل او يقارن حتى مع الماضي بالحاضر. الناس اليوم بالعراق تقول بغض النظر عن الشخص الحاكم كما قلنا وبغض النظر عن طبيعه الحكم قد يختلف البعض او يتفق مع الشخص الذي كان يحكم في ذلك الوقت صدام حسين، لكن الدولة كيف كانت؟ المؤسسات، البنية التحتية، الطرق والجسور، المستشفيات، المواضيع التي تحدثنا عنها وطرحناها. أنتم شنو اللي سويتوه؟ شنو اللي قدمتوه؟ حتى يكون عندكم جرأة أنه تواجهون هذا الشعب بعد 20 سنة ولا زلتوا تتحدثون عن منجزات كل من يطلع من الحكم مثل المالكي وعادل عبد المهدي وغيره يطلعون أو حيدر العبادي يتكلمون عن إنجازاتهم اللي كانت في زمن حكمهم. إيش قدمتوا طيب؟ وين هي المنجزات اليوم؟ إحنا في 2023 والعالم في تطور مستمر والقطاعات الصحية المحيطة بنا على الأقل ليست العالمية المحيطة بنا في 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 مراحل متطورة حقيقة وتقدم مستمر. أنتوا شنو اليوم؟ أجهزة تكييف مركزية أبسط الأشياء داخل
القطاع الصحي العراقي كالمستشفيات والمراكز الصحية ما عندكم. مشاهدينا دعونا نكمل مع حضراتكم ما لدينا. قبل شوية تحدثنا عن موضوع الطرق والجسور في العراق، طبعا هناك جزء آخر مرتبط بهذه المشكلة وهي المرور العامة في العراق. تتحول دائرة المرور أو دوائر المرور في العراق إلى واجهة من واجهات الفساد المستشري في عموم الوزارات والهيئات الحكومية، وبينما يحاول المواطن تفادي الرشاوى التي تطلب منه لتمرير معاملاته يصطدم بغرامات تفرض عليه دون أن يتم إخطاره ليجدها حين ينوي بيع سيارته قد تضاعفت. ويتحدث مواطنون عن معاناة في دوائر المرور بالعراق بسبب الفساد المالي والإداري المستشري، خصوصا أثناء تسجيل لوحات المركبات وكذلك التزوير في بعض المعاملات، بالإضافة إلى الفساد في عمليات بيع وشراء السيارات المحجوزة من قبل المرور في الجمارك وهيمنة متنفذين على عملية البيع والشراء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دون أن يفسح المجال للمواطنين بالشراء بالرغم من سلامة أوراقهم وتهيئة كافة المتطلبات. في محافظة ديالى على سبيل المثال اشتكى مواطنون من هيمنة متنفذين على عمليات الشراء لهذه السيارات المصادرة من قبل المرور والمعروضة للبيع في جمرك المنطقة الوسطى في حلقة فساد جديدة من حلقات فساد الحكومة. لنشاهد. هاي مزاد البارحة العصر يندق وترتيب 8 فرات اللي مسيطرة على الجمرك وعلى اللجنة مال المزادات، 8 فرات موجودين واسماهم معروفة. معاينة ما يخلون واحد يصور، مخلي لهم محارسة هنا. البارحة اجي اريد اشوف السيارات مالتي، سيارات محجوزة اقيمها هنا اشوفهن، ما يخليني اروح لبغداد يقولون ماكو مزاد. هسه هاي جيت من بغداد البارحة 3 مرات رايح اسوي صكوك ما خلوني، وهسه يبدون يبيعون السيارات مالت احنا وقاعدين. احنا اولى بيهم السيارات. وهاي جماعة الجمارك يقولون ماكو، لا احنا عالدينها وما حد عال. اي اعلان ماكو، اعلان البارحة العصر انتهك واليوم يصير المزاد ماكو حاجة. وين الدولة؟ وين النزاهة؟ النزاهة من هذا الموضوع وين؟ النزاهة نزاهة ديالة وين الموضوع؟ حتى نزاهة بغداد، حتى نزاهة بغداد لازم تجي، لأن هذول ناس حرامية. حط فلوس واشتري سيارة، الما يطي ما يبيعوا له. حاج خليجنا يصكوا، حط صكوكنا هنا ونعايل السيارات. موجودة وما حد يغير. نعايل السيارات ونطب، أيوة مزاد علني للدولة، إيراد للدولة، هذا إيراد للدولة، نط صكوكنا هنا ونطب على السيارة. مرتبين من جوا حاطين 8 فرات هم داخلون. بايعين الاسئله، بايعين المزاد، بايعين 7 نفرات طابين عليه و50 واحد طردونا. هاي صكوكنا 7 ملايين، هاي فلوسنا، ما حد يدخلنا. عمي هاي فلوس صكوك. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. خلال حجز السيارات في الساحات المخصصة للحجز التابعة لدوائر المرور، تتعرض هذه السيارات في معظم الأحيان لنهب منظم، في خطوة أخرى تدلل على حجم الفساد المستشري في دوائر المرور والتي تجاوزت حد تسجيل المركبات والرشاوى المتحصلة من ذلك إلى نهب السيارات المحجوزة. دعونا نشاهد ما وثقه أحد المواطنين بعد أن تم حجز سيارته. هاي سيارة محجوزة، هاي بالحسينية، هاي سيارة محجوزة بالحسينية، جيت هاي السيارة من الجامع قدام مكسورة، قاعيات ماكو، هاد اشوف القاعي ياخذون شو يسوون بيها. هاي الجامع قدام سمات بيني بالشمس، جامع قدام مكسورة، السيارة مشمورة بنص بابوق بنص حديد، هذا التاير نازل. شن حلال حرام ليش؟ هاي السيارة بالحسينية، هاي الجامع قدام مكسورة، هاي السيارة قاعيات ما بيها، عدة مال سباين ما هي، قاعدة مال فيت بام، قاعدة مخلينا مال فيت بام ماكو، شن فرهود، مو فرهود، أكبر،
لك الله يا الفقير. هاي سياراتي مشمرة، جيبوا شمر على الطابوق على الحديد على السكراب. الله موجود. لنتابع سريعا مشاهدينا الكرام بعض التعليقات. تعليق من نشوان يقول: الله لا يوفقهم، حلال العالم ليش تبوقوه؟ هي المرور عبارة عن حرام وسراق، مو الكل، البعض. تعليق من السومري يقول: ليش هيك؟ يعني إلى متى يبقى المواطن مستضعف وما مأكول حقه؟ تعليق من حيدر يقول: هي هاي دولة المحاصصة والكتل، عصابات تسليب وسرقة المال العام والخاص. وتعليق من سامي يقول: عليك مراجعة مديرية المرور، مدير المرور مباشرة، وخلي يشوفوا بعينه أنه جماعة الحجز هم حرامية وليسوا أمناء على الأمانة التي تودع عندهم. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة الهاشتاج. طبعا قضت محكمة جنايات الكرخ بالسجن 15 عاما على قاتلة الطفل موسى ولاء، وسط انتقادات للحكم الصادر بحقها، فضلا عن المادة القانونية التي جرى تكييف الجريمة بمقتضاها. وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من الحكم الصادر بحق قاتلة الطفل موسى ولاء، التي أثارت قضية مقتله ردود فعل غاضبة الشهر الماضي، وقالوا إنها كانت تستحق الإعدام بسبب بشاعة ما قامت به بحق طفل صغير. وأثارت جريمة قتل الطفل موسى ولاء على يد زوجة أبيه بتعذيبه حتى الموت وما تضمنته اعترافاتها من تفاصيل مروعة حالة من غضب واسع تفاقمت بعد الحكم الأخير، في وقت يواجه فيه القضاء في العراق اتهامات بالتسييس والازدواجية والكيل بمكيالين. لنستعرض سويا التغريدات التي جاءت على موقع اكس او التعليقات بشان او مع وسم حق موسى. المحامي محمد جمعة يقول: محكمة جنايات الكرخ اصدرت حكمها بالسجن 15 عاما على قاتلة موسى وفقا لمادة الضرب دون قصد القتل. القرار يخالف القانون، حيث تركه ميتا حتى تخشب جسده دون إسعاف واستخدام طرق وحشية بالتعذيب هي قرائن واضحة أنها قصدت القتل العمد، ولم يكن هناك تنازل من أم موسى: سامحنا يا موسى إن استطعت. تعليق لدينا من شمس تقول: حكم بخمسة عشر عاما فقط لقاتلة قتلت طفلا وضعته على الطباخ وأعمت عينيه بعلبة ملح، وحينما مات في حجر أخيه تعبر فوقه لتعد الغداء، أمر غير إنساني ووحشي بالمرة. طيب، تعليق من وائل يقول: 15 عاما لمن عذب وقتل ومثل بجثة طفل بريء. وللعلم تم تكييف الجريمة على المادة 410 من قانون العقوبات العراقي، وهي الضرب والاعتداء المفضي للموت، عقوبته لا تتجاوز 15 سنة. هند القيسي تقول: ويل لقاضي الأرض، لقاضي الأرض من قاضي السماء. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.